السلام عليكم، معكم محمد الأمين محمدي، مصمم انفوغرافي ومؤلف. كانوا بزاف ناس طرحوا لي أسئلة حول التصميم، ما هو، كيفاش بديت التصميم، مين نبدا التصميم، وعلاش نبدا التصميم. قررت أنه في هذا الفيديو اللي راح يكون ثاني استعراض للأعمال اللي نقوم بها، راح نحكي فيها على التصميم الانفوغرافي، وراح تكون فائدة يعني بدل النظر فقط للتصميم أو الاستعراض من التصميم، راح يكون هناك فائدة للجميع باش نستفادوا بها. ألور في هذا الفيديو راح نحكيه على التصميم الانفوغرافي بصفة عامة، وراح تكون مدخل للتصميم الانفوغرافي. راح نحكيه على، راح ناخذ 3 أسئلة عامة: ما هو التصميم الجرافيكي، أساسيات التصميم الجرافيكي، وظائف التصميم الشائعة. قبل ما نبدأ وحبيت نقول كلمة للناس كل أنه كان بزاف يحكي ويقول لك التصميم الانفوغرافي هو فن. لا، التصميم الانفوغرافي ماشي فن. التصميم الانفوغرافي هو عبارة عن ترجمة افكار للمتلقي او للمستهلك بغية شيء ما، يعني راح توصل المساج نتاعك بهذا التصميم الانفوغرافي نتاعك او التصميم الجرافيكي نتاعك. والتصميم الجرافيكي لا يعتبر فن، وانما يعتبر ترجمة للافكار. وفقا للمعهد الامريكي لفنون الجرافيك ايجا، يعرف التصميم الجرافيكي بأنه هو ممارسة التخطيط وإسقاط الأفكار والتجارب مع المحتوى المرئي والنصي. بمعنى آخر، ينقل التصميم الجرافيكي أفكارا أو رسائل معينة بطريقة مرئية. يمكن أن تكون هذه العناصر المرئية بسيطة مثل شعار شركة، أو معقد مثل تخطيطات صفحات على مواقع الويب. حيث يقول المصمم ألكسندروس كلوفيتوس، يأخذ تصميم الجرافيك عناصر رسومية ونصية وينفذها في أنواع متعددة من الوساطة. عندما طلب منه توضيح تعريف تصميم الجرافيك، قال: إنها تساعد المنتج على التواصل مع المستهلك، إنها تنقل رسالة المشروع أو الحدث أو الحملة أو المنتج. بعد التعريف بالتصميم الجرافيكي، علينا معرفة الأساسيات. إذن ما هي أساسيات التصميم الجرافيكي؟ لفهم معنى التصميم الجرافيكي بشكل أفضل، من المهم أن تكون على دراية بالعناصر والمبادئ التي يتكون منها التصميم. تستخدم العناصر جنبا إلى جنب أو معارضة بعضها البعض لإنشاء تصميمات لافتة للنظر ومؤثرة. تتضمن عناصر التصميم الجرافيكي ما يلي: اللون، شكل الخط، شكلا بحجم، الفراغ، والملمس. يلتزم عادة مصممو الجرافيك أيضا بمبادئ التصميم، والتي تعد في الأساس مجموعة من الإرشادات التي تساعد التصميم على تحقيق تكوين فعال. تساعد هذه المبادئ الأساسية في خلق التوازن والاستقرار لقطعة العمل. وتتضمن هذه المبادئ: التوازن، التباين، التشديد، الحركة، والنسبة. على نفس المنوال، لقد سمعت المقولة القديمة القائلة بأن القواعد يجب كسرها، والتي يمكن أن تبدو صحيحة بالتأكيد في هذه الحالة. لكن يجب على مصمم الجرافيك الجيد أولا فهم هذه المبادئ قبل اتخاذ القرار الواعي لكسرها. أنا درت مسابقة. صح، راك على مجدار. الصوره هذه اللي نخدم فيها هي لمبادره مجدار التي نظمتها دار الكافي لنشر والتوزيع، واسم هي مبادره مجدار. مبادره مجدار هي مبادره لاحياء ادب الرعب، يعني جينا قلنا بلي بزاف حب، بزاف رومانسيه ومع الباليش، قلنا هيا نرفدوا مجموعه من الناس اللي تكتب ادب الرعب. قدمنا لهم عرض ممتاز واللي راح يكون يساعد الجميع بإذن الله. المبادرة مازالت قائمة وراح تنتهي في 31 أكتوبر إن شاء الله. إذا الناس اللي مهتمة بأدب الرعب، ما عليها غير تدخل في الرابط اللي في وصف الفيديو وتشارك أو تستفسر أكثر على المبادرة. شكرا. بعد سنوات من الدراسة أو الدراسة الحرة أو الممارسة الجرافيكية، يسعى المصمم الجرافيكي إلى جعل التصميم الجرافيكي مدخل رزق. إذن ما هي وظائف تصميم الجرافيك الشائعة؟ مع التقدم التكنولوجي الذي أدخل أنواعا جديدة من التصميم الجرافيكي، كان هناك أيضا ظهور وظائف جديدة لتصميم الرسوم. لقد غير هذا التطور المشهد الكامل للوظائف في هذا المجال.
انخفض الطلب على مصممي الجرافيك التقليديين الذين يعملون بشكل أساسي مع ناشري المطبوعات بشكل كبير، لكن هذا لا يروي القصة كاملة. فمن المتوقع أن ينمو توظيف مصممي الجرافيك في خدمات تصميم أنظمة الكمبيوتر بنسبة 24% حتى عام 2028 وفقا لمكتب الإحصاءات العمل بيانس. يتم تحفيز الكثير من هذا الطلب من خلال الحاجة المتزايدة للشركات والمؤسسات إلى الرسومات والصور الرقمية لأنها تهدف إلى زيادة تواجدها الرقمي. مع ذلك، ما هي بعض المسميات الوظيفية الشائعة لتصميم الجرافيك؟ لقد قام معهد آيجا بتحليل أكثر من 30,000 وظيفة شاغرة تتطلب الحصول على درجة في التصميم الجرافيكي خلال العام الماضي أي 2019، وساعدته البيانات على تحديد المسميات الوظيفية الأكثر شيوعا والمصنفة كما يلي: مصمم جرافيكي، مصمم تجربة المستخدم، مصمم الويب، مدير فني، ومخرج مبدع. كما ترون، بمجرد التسلح بالمعرفة والتدريب المناسبين، هناك العديد من خيارات عمل التصميم الجرافيكي. لديك القدرة على تلبية حياتك المهنية لمهاراتك واهتماماتك الشخصية. إذا قررت أن تكون مصمم جرافيكي، عليك البدء من مكان ما، ويجب أن تكون بداية صحيحة تقودك إلى تحقيق هدفك. لذا ستطرح السؤال: من أين أبدأ؟ أولا وقبل كل شيء، يجب أن تصارح نفسك: لماذا سأدخل مجال التصميم؟ أو بصفة أوضح، ما الهدف الذي أصبو إليه في أو من هذا المجال؟ حين تجد هدفك، سواء كان الهواية، التقدم لوظيفة، أو العمل الحر، أو أيا كان، ستنتقل للمرحلة الموالية، ألا وهي اختيار التخصص. لأن التصميم مجال واسع عكس ما يعتقد الكثيرون، ولا ينحصر داخل برنامج الفوتوشوب. هنا يجب أن تحدد نوع الجرافيك الذي تريد عبر طرح السؤال: أريد أن أصمم الويب، الطباعة، التحريك والمونتاج، أم التصميم ثلاثي الأبعاد؟ بعد أن تحدد النوع، تنتقل للبحث عن البرامج والتعرف عليها والتدرب على التعامل معها، وهو أمر غير سهل في البداية. يجب أن تتعامل مع البرنامج بشكل مباشر لكي تتعرف عليه وتجرب أمورا جديدة فيه لتكتشف ما يخفي من مميزات. لا يمكننا إنكار أن السوق مليء بالبرامج، لكن يفضل كل منا العمل على برنامج يوفر بيئة تحتوي على الإمكانيات التي تساعد على الإبداع والتي سنتطرق إليها في الفيديو القادم. لنعد معا على عجالة. جاء في هذا الفيديو تعريف التصميم الانفوغرافي وفقا للمعهد الأمريكي لفنون الجرافيك، أساسيات التصميم، العناصر والمبادئ، وظائف التصميم الانفوغرافي، وكيف أبدأ التصميم. في الفيديو القادم سنتحدث عن التخصصات والبرامج المصاحبة لها، وسنركز على التصاميم المطبوعة لأنها البداية دائما. لا تنسوا تفقد شرح الفيديو لمشاهدة الصورة بجودة عالية ورابط مبادرة مجدار. لا تنسوا دعم الفيديو ومشاركته، كما لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاهدة الفيديوهات السابقة لأن هذا يحفزنا على المواصلة. أيام بعدية تهلوا في روحكم، الله ربي يجمعنا في ساعة عفرح وخير. بوس واي ناقي.